بعد طواف الوداع. نعم. يعني هل هي مقدرة بوقت معين؟ يعني الإنسان مثلا طاف وحبسه حابس مثلا أو ما جه أو ما رجع كل يعني رفقاءه أو صار معه أي حادث. ما في مشكلة. نعم نعم. مدة مكوثة في مكة. نعم أجيبك على ذلك إخواني في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. فالأمر كلمة البيت هذا يسمى عند أهل العلم قيد بياني، فالأمر مربوط بالبيت وليس بالمكث في مكة. فأنت وأنت عندما طفت طواف الوداع ثم رجعت إلى السكن تنتظر أصدقائك أصحابك، لو انتظرت يوم يومين ثلاثة ما في مشكلة، المهم ألا ترجع إلى المسجد الحرام فتقول أريد أن أصلي، أنا بستنى بس خليني أروح إيش أصلي هناك وأقعد في هناك، تطالب بطواف وداع آخر. أما وأنت تنتظر في السكن وتصلي في المسجد القريب من السكن أو تصلي في المصليات التي في الفندق وما شابه، فأنت غير مطالب بأن تطوف طواف الوداع مرة أخرى، لأنك طبقت اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. نعم.